اليوم تم عرض قضية التجنيس على أنظار محكمة استئناف بالدار البيضاء في غرفة الجنايات، الذين يتابعون فيها مجموعة من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بالمشاركة في التزوير واستعماله، ومشاركة في التزوير أوراق رسمية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والإرشاء والارتشاء ومجموعة من الجناح الأخرى حسب مجموعة من الفصول القانونية 129 من قانون الجنائي المغربي، الفصل 366 360 251 252. إذن هذا هو الإطار اللي متابعين فيها هؤلاء الأشخاص. واليوم تم عقد يعني جلسة استكمال الجلسة السابقة، تم فيها مناقشة الملف مع أحد أعضائنا وتمت المواجهة. والأهم مستجد اليوم كما يعلم الجميع هو أنه الملف أشرف على الانتهاء من المناقشة دياله ليمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المرافعة، مرافعة كل من النيابة العامة ودفاع الأعضائنا. يعلم الجميع الذين يتابعون أطوار هذه المحاكمة على أنها تسير في جو يعني جو مليء بالتفاعل وبالمناقشة الجادة والمناقشة القانونية، وكل يدلي ب يعني وسائل دفاعه وكل يدافع عن موقفه. ومن صفتنا وموقعنا نحن كدفاع لأحد الأضناء فإننا نقول على أن المؤازر ديالنا لا زال يتشبث ببراءته على اعتبار أنه ليس له أي علاقة مع أي شخص كيف كان بأي صفة كان في جميع المراحل التي قطعتها تلك الوثائق المتحدث عنها. اللهم أن بحكم اشتغاله في مجال السياحي، هذا الاشتغال في المجال السياحي هو الذي جعله، نظرا لأن كما يعلم الجميع العدد ديال الوافدين على المغرب في إطار السياحة وخاصة اليهود تربط بمن فيهم تربطهم علاقة حميمية مع الوطن الأم لأجدادهم وأصولهم، والعدد قليل، لذلك الجهود يتعرفون من بينهم، ومن بينهم أن مؤازري يشتغل في مجال السياحة، فيؤكد أمام المحكمة الآن بأنه لا علاقة له بالوثائق ولم يسبق له أن قام بأي إجراء على أي مستوى، سواء على مستوى المقاطعة أو على مستوى الإدارة ديال الأمن الوطني أو على مستوى جوازات السفر. فهو يؤكد الآن أمام المحكمة بأنه ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وعلى المنوال فنحن لازلنا أمام بداية المناقشة معه، لازلت هناك مجموعة من الأسئلة، وإبانا يمكننا أن يعني نكون واحد الصورة التي من أجلها نبني دفاعنا في مواجهة التهم المنسوبة إليه. وشكرا. فيما يتعلق الجديد في هذا الملف، أعتقد بأنه الملف ليس فيه يعني أي مستجد. اللهم مناقش الوثائق التي تم عرضها على المؤازري تتعلق بالوثائق الإدارية، والذي هو ينفي جملة وتفصيلة أي دور له في الحصول على الوثائق. إذن لا جديدة حسب رأينا، اللهم مناقشة ما هو منسوب إليه سواء عن المرحلة ديال الضابطة القضائية أو أثناء عرضية على السيد قاضي التحقيق. إذن لا جديد. أستاذ عاطر هواري المحامي بهذا الضرب ده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.